حتى الآن إجمالي ما تم تمويله المشروع القومي اللي بتلو وصل لحد الآن لكام تقريبا؟ الأول صباح الخير على حضرتك أستاذ جمانة وأستاذ شاذلي. إحنا الحقيقة هذا المشروع تم تطويره بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وحجم التمويل كان مخصص له زمان كنا بنتكلم في حوالي 100 مليون ولا 200 مليون. النهارده إحنا وصلنا حجم التمويلات بهذا المشروع 8 مليار 263 مليون جنيه للمستفيدين. طبعا ده رقم مهم جدا، ورقم بيعكس قد إيه في اهتمام من الدولة بتمويل المزارعين ورفع قدراتهم الانتاجية، لان احنا لما بنمول هذا المشروع ده احنا بنخلق فرصة عمل حقيقية للشباب في الريف المصري. طيب هل هذا المشروع يا فندم موجود في كل محافظات الجمهورية؟ طبعا يا استاذ، هذا المشروع بيغطي كل محافظات الجمهورية، هذا المشروع موجود في كل الانحاء، ويقدر اي حد يتواصل معانا بكل سهوله ويقدر ياخد التمويل. احنا بندي التمويل على شقين، شق لشراء الرؤوس وشق اخر لتوفير التغذيه اللازمه لهذه الرؤوس. طيب يا فندم، برضو بما ان حضرتك معانا خلينا نستغل وجودك معانا ونعرف الساده المشاهدين، لو في حد حابب يشترك في هذه المبادره هل في شروط معينه؟ ازاي يقدر يتقدم؟ هو اهم حاجه يكون عنده الاتاحه او عنده المكان اللي يساعد على تربيه هذه الرؤوس. وهو بمجرد ما بيقدم الطلب بتنزل لجان فنيه من عندنا وبيبداوا يدرسوا الموقف، وبالتنسيق مع الجهات التمويليه بيتم تمويل الشخص او تمويل الفرد المتقدم. واحنا طبعا بندي اولويه لعدد من الفئات زي الشباب الذي لا يجد فرص عمل عشان نخلق له فرصه عمل، او المراه المعيله، او يعني الافراد اللي هم بيكونوا لهم حاجه اكثر لتنفيذ مثل هذا المشروع. وطبعا كمان بندي أولوية للسفر المربيين. عظيم جدا.